البوشي تفتح ملف المدينة الرياضية. كشفت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي عن فتح بلاغ أمام نيابة مكافحة الفساد والمال العام في قضية مدينة السودان الرياضية. وقالت البوشي في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء مساء أمس إنها وضعت المستندات المتعلقة بالقضية أمام النائب العام، وشددت على أنها أصرت على فتح البلاغ بنفسها لأهمية القضية وحساسيتها. وأشارت البوشي إلى وجود مخالفات في التصميم، ووفقا لتقرير كلية الهندسة بجامعة الخرطوم فإن المدرجات آيلة للسقوط وبعضها قد سقط بالفعل. وأردفت: توجد مشاكل أساسية في تنفيذ الأعمال الخرسانية، ما دفعنا للتشكيك في صحة المباني. نلاحظ يعني الملف تجاوزت المدينة الرياضية أمام نيابة الفساد أخيرا. ما هي توقعاتك لفتح هذا الملف من جديد؟ هذا الملف الآن هو على طاولة أو في طريقه للقضاء، لكن القضاء الإنجاز التعبير أن نقول أن القضاء الشعبي كان قد قال كلمته في هذا الملف. يعني نعم، يمكن هي من سخريات القدر أنه يعني ظل موضوع المدينة الرياضية مثار تهكم وتندر عالي جدا لهذه المدينة في موقع القاصي والداني والعابر من السودانيين منذ أن كانوا أطفال. يعني هذا المشروع الآن عمره منذ وضع حجر أساسه أكثر من 20 عام. نعم، تقريبا 23 سنة. يعني مولود ولد في يوم وضع حجر الأساس هو في الجامعة وعلى أعتاب التخرج. كانت حديث طوال هذه السنوات الناس يتحدثون عن هذا الصرح وهذه المدينة، كيف أنها قدمت كمشروع خلاق، مشروع كبير، إنها مدينة لألعاب متعددة، مدينة متكاملة بها ساليب وسياحة وفندق وما إلى ذلك. في النهاية اختزل المشروع مع الضغوطات الكثيرة في الإعلام، مع الضغوطات والملاحقات، مع رشح إنه هنالك فساد في 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 مسألة، تراجع واختزل المشروع للأسف إلى هذا الحجم المتواضع بمساحة لا تتجاوز 3000، هي الملعب الأولمبي الآن 3000 متر قد لا تتجاوز هذه كان مصمم لأكثر من 100 متفرج الملعب نفسه، الآن أقل من ذلك في هذا، رغم تطاول المدة ورغم تدخل وتعاقبت عليه شركات مختلفة، عدل في تصاميمه، هذا لم يكن أمر مزعج بقدر ما أن المزعج كيف تناقصت المساحة وتآكلت بفعل الفساد بشكل غريب جدا. إنه أكثر القضية يبدو أنها واضحة، هل فتح الوزيرة بنفسها لملف القضية ووضعها أمام النائب العام ربما يحدث أثر في التحقيق في هذه القضية الجديدة؟ في هذه المرحلة نعم، الأمل معقود أكثر مما مضى من سنوات، لأن هذا الآن الوضع نحن في وضع جديد، ربما أن في السابق كانت الأمور في الطريق إلى القضاء تمر بمعوقات وتواطؤ وما إلى ذلك، لأنه جهات نافذة هي جزء من أو هي في محل الاتهام، جهات نافذة الآن هي في محل الاتهام في هذه القضية في بيع القطع الاستثمارية اللي كانت هي جزء من أراضي المشروع، باتت الآن هي استثمارات سكنية وأخرى لجهات وهيئات وما إلى ذلك. أستاذ يوسف، بجانب التجاوزات على مستوى الأراضي نجد أن هناك مسألة فساد حتى على مستوى التشييد، يعني بجانب أن هناك يعني فساد في كل العملية المتعلقة بالمدينة الرياضية نجد الآن مسألة التشييد، كيف يمكن التعامل مع هذا الملف؟ يعني المدرجات آيلة للسقوط كما في تقرير كلية الهندسة وغير ذلك. والقريب في الأمر إنه هو كان تم الإعلان عن افتتاحه في مطلع العام، يعني بعد تطاول هذه المدة الطويلة وكل ذلك كان خلاص تم الإعلان عن إنها هي في كامل الجاهزية وعلى وشك كده إنها يتم افتتاحها رسميا. الآن المشهد مختلف، هذا الوضع الجديد بعد الوقوف على كل هذه الأمور والتطورات والمسارب اللي فيها يجب أن خلاص وضع زمن كثير، لما الاستعجال؟ يجب إعادة النظر، إدراك ما يمكن إدراكه على من قبل الوزيرة الحالية وزيرة الشباب والرياضة، ولعل هي الوزيرة العاشرة أو أكثر من عشرة تعاقبوا
على الوزارة أي خلال فترة تشييد هذا الصرح أو هذا المشروع مشروع المدينة الرياضية. نأمل إنه تتم التدخلات اللازمة حتى لا لا لا, لا ننفتح على كوارث أخرى نتيجة هذا الفساد وفي المسائل الفنية. هذه مسائل وهذه ملاعب للمشجعين والجمهور وما إلى ذلك يجب مراعاة ذلك ومراجعة هذا الأمر فنيا بشكل جدي وشفاف يعني. نعم. على مستوى ملفات الفساد النظام البائي ترك عبء ثقيل على هذه الحكومة، كيف للحكومة الانتقالية أن تتابع هذه كل هذه التجاوزات وفي ذات الوقت تحقيق نجاح ملموس يحس به المواطن؟ والله هذه أو هذا ملمح جيد أو إشارة مهمة. صحيح الحكومة هي لا تستطيع يعني إدراك كل الأمور السابقة ومعالجتها في حين إنها هي مطالبة بأنها تضع المعالجات الإسعافية المطلوبة وما إلى ذلك، لكن هي يجب أن تكافح مسائل الملفات ذات الصلة بالفساد، استرداد الأموال المنهوبة. هذا أمر جيد وأمر مطلوب منها عبر الأجهزة المنوط بها ذلك سواء كان وزارة العدل أو الأجهزة. يجب أن تضع هذه الملفات بشكل باين وتضع وتقدم هؤلاء أمام المحاكم يعني. نعم. إذا كل وزارة عملت الآن في كشف أمور الفساد أو المسائل التي كان فيها تجاوزات كبيرة عليها أن تدفع بها إلى القضاء يعني.